أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو أن توضح لنا كيفية صلاة داود عليه السلام وكيف نطبقها في مثل هذه الليالي، وأرجو توضيح ذلك بالساعات من أجل العمل بذلك. والله صلاة داود أنا ما حضرته ولا كيف يصلي، لكن الوقت كان يسعى عن الوقت، كان كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يقول خير الصلاة صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم ثلثه ويقوم في السدس الأول من الثلث الأخير، في السدس الأول من الثلث الأخير، ويضيف إليه السدس الثاني فيبقى سدس يكمل النصف، يكمل النصف، كان ينام السدس الأخير. نعم، تكون صلاته في جوف الليل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الإخوة يتهم، يعني يقوم السدسان الأوسطان وينام السدس الأخير اللي يكمل النصف. نعم،